كل عمل يعمله الإنسان وهو عاقل مختار فلا بد فيه من نية، ولا يمكن لأي عاقل مختار يعمل عملا إلا بنية. حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهذا صحيح. كيف تعمل وأنت عاقل بعقلك وأنت مختار غير مكره؟ كيف تعمل عملا بلا نية؟ هذا مستحيل، لأن العمل ناتج عن إرادة وقدرة، والإرادة هي النية. الإرادة هي النية. إذن فالجملة الأولى معناها أنه ما من عامل إلا وله نية.